رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 19 للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي. هذا وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 ميلادية بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة. بعدها واصل المجلس مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018، والذي يهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها، ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، حيث قرر المجلس مواصلة بحث باقي المواد في جلسة قادمة. وصلنا إلى الباب الخامس من مناقشة مشروع القانون البحري، ومن المؤمل إن شاء الله أن الأسبوع القادم ننتهي من هذا المشروع. في ثلاث مواد من المشروع تم إعادته إلى اللجنة. الهدف من هذا المشروع أن يكون يعني في مملكة البحرين قانون متميز للقانون البحري كما هو يعني موجود في كل دول العالم. لا شك أن هذا القانون سوف يضع مملكة البحرين في مصاف الدول الكبرى ذات التشريعات المهتمة بقانون البحار.